شيخنا معرفة عن سنة قواطب بخصوص قواطب الفاتحة فيها هي تكفي لو أن بالنسبة للسنة اللي هي طبعا كالقيام وغيره طبعا يقرأ ما تيسر بعد الفاتحة. طب لو قرأ في الراتب يا شيخنا في أي شيء؟ لو قرأ ماذا؟ بعد الفاتحة بالراتبة بالسنة الراتبة ما في فرق بين السنة الراتبة والفريضة. نعم ما في فرق مين في التفريق؟ لا صحيح سؤال معي أنا ما في التفريق يعني مني السنان الرواتب وغير الرواتب تصلى كالفرائض والفرائض الركن فيها قراءة الفاتحة. نعم قراءة السورة بعد الفاتحة سنة. فلو ما قرأ في الفريضة صلاة صحيحة، بالتالي لو ما قرأ في النوم من السنة صلاة صحيحة، لكن لو قرأ فهو أفضل كالفريضة. نعم إذا نعم الآن في تقوى لو تقوى مثلا في القيام وقرأ الفاتحة وبعدها طبعا نقرأ ما تيسر، فلو كتبت نفس الشيء بالسنة الراتبة ما في فرق. جزاك الله خير. الإيمان والآن مع جلسة ثانية.